فيش. يا جماعة خير ولا مي. حسبي الله ونعم الوكيل. كنا قاعدين على التخت، ايش انفجر فينا وهالي السقف علينا، وكنا قاعدين مش عاملين حاجة. وقع كله علينا الركام وكله، ما شفناش شيء. يا دوب انحملت فين المفطوره وشردت فيها، ما بعرفش اصل مع الباقي. يا معلم في جزيفه ما انفجرتش، انزلوا. الساعه 10 ونص مساء سمعنا صوت انفجار هز المبنى، بينما كنا نمر على حالات من الاطفال الموجودين في الطابق. فوجئنا بالوظيفة تخترق سطح المبنى من فوق وتخترق الغرفة، وأدت طبعا إلى كارثة في الغرفة. استشهاد أحد السيدات في الغرفة وإصابات بليغة. طبعا كان صوت الصريخ والعويل من السيدات والاستغاثة والذهاب إلى قسم من الاستقبال. هذا قسم طبعا قسم الأطفال والمرضى الأطفال والنساء والولادة، ناس آمنين، يعني ستات مرافقين لأطفال هم الموجودين. فجأة استيقظوا على صوت هذه القذيفة. هيا حسبي الله ونعم الوكيل. بس يا اولاد والله لك كلمه كبيره، انا اتاكد نصيحتك.